واستمع وأنصت. قد تكون معنى استمع وأنصت من باب التأكيد، ولكن الصحيح، ولم أرى أحد الشراح تحدث عنه، لكن الصحيح أن استمع وأنصت إذا اجتمعتا فتختلفان من حيث المعنى، لكن لو ورد الاستماع وحده فهو بمعنى الإنصات، وإن ورد الإنصات وحده فهو بمعنى الاستماع، لكن إذا اجتمع في نص كما هنا فالاستماع يتعلق بعدم الكلام، والإنصات يتعلق بهيئة الإنسان بمعنى أنه لا يتحرك كثيراً.